تلبي ربما تطور الجمل يعيشه العالم. مرحبا بكم الناس كل، رقم التليفون باش تشاركونا الموضوع هدايا على 31 328 330. شكرا للناس اللي قاعده تتواصل معنا عشان اليوتيوب نتاعنا على ديوان اف ام لايف. مرحبا مريم المعروف، مرحبا نور الدين الحمزاوي، شكرا كمال كمال، مرحبا بك ملاك، شكرا للناس الكل واهلا وسهلا بالجميع. نحكيوا على اعلان رئيس الجمهوريه امس بمناسبه يوم العلم على ضروره إنصاف المعلمين والأساتذة النواب وأصحاب الدكتوراه وفق القانون لا وفق اتفاقيات. نحكيو على الموضوع في الأكتو تو دسويت. ضيفتنا في المباشر رئيسة تنسيقية الدكاترة المعطلين عن العمل اللي ديما عندهم تحركات احتجاجية لتسوية الوضعية متاعهم خاصة. ضيفتنا رباب التواتي، مرحبا، أهلا وسهلا، صباح الفل، شنو أحوالك؟ صباح الخير ومرحبا بكل مستمعين ديوان اف ام، وشكرا لديوان اف ام خاطر ديما معناها يتابع في قضيه الدكاتره اللي هي قضيه عادله. شكرا، مرحبا بك، اهلا وسهلا. الاستاذ النواب، المعلمين النواب، الدكاتره تقريبا النيابات اللي موجوده في مختلف مراحل التعليم اليوم في تونس. رئيس الجمهوريه امس اكد على ضروره انه شدد مش اكد على ضروره انه اليوم تسويه الملفات هذايا لازمها تكون وفق القانون. كدكاتره اليوم معطلين على العمل في تونس، كيفاش قبلتوا تصريحات رئيس الجمهورية هذه بمناسبة يوم العلم؟ احنا نستبشر خير ديما توا، معناها خاطر توا معناها بعد النضالات نتاع الدكاترة مش من توا، حتى من بعد الثورة، من بعد 2011 فيش كانوا شوية، بعد 2011 20 بشوية بشوية بتأزم الوضعية نتاع الدكاترة، البطالة، الفساد، المحاضاة، الرشوة، كل شيء راه موجود، راه كما هو اللي قاله السيد جمال رئيس الجمهورية موجود في الإدارة الكل، ما يشمل الإدارات معناها التونسية اللي هي تشمل التعليم العالي. أنت كتقول محاضاة تلقى في اللي كونتراكتيين راهو معناها تصور أنت يحلوا دو بوست يبداو يتعاركوا عليها، دكاترة يصبوا برشا، وأنت ولد شكون، وأنت شكون أثرك، وأنت شكون ولد شكون، معناها مش بوك راه نحكيو، ولد شكون معناها شكون أثرك. احنا نمشيو بشكون اثرك لتوا لحد اللحظه هذه، انا كي سالوني على الدكتوره نتاعي يقولوا لي شكون المؤثر نتاعك، حتى تو زملائي معناها حتى زملائي بيتهم الدكاتره كيف يجي يقولوا شكون اثرك، معناها انت كان اثرك فلان تتبع فلان، وكان ما اثركش فلان ما تتبعش فلان. احنا القراءه نتاعو استبشرناها خير، لانه هو قال كلمه مهمه ياسر، قال وضعيه اصحاب شهاده الدكتوراه يلزمها تقوم على انصافهم وفق معايير موضوعيه، وهذا اللي احنا نناديو به. ما عادش تولي شخص صمت الدكتور، معناها تولي ما عادش يهمنا في المؤثر، ما عادش يهمك الشخص، معناها تقييم شخصي في المناظره، انت كي يعطيوك 30 نقطه توا بدلوها ل 35 شبكه التقييم، يجي ويسالوك راه تقييم شخصي، هذاك ما تنجمش حتى تطعن فيه قدام المحكمه الاداريه. لو لازم تقييم موضوعي على البحث العلمي، على انت شنو معناها تقييم شخصي، شنو ما الاسئله اللي يقيموكم على اساسها، معناتها اليوم اللي ما تنجمش تطعن فيها قضائيا، معناتها هو انا عندي ديجا انا من الناس اللي ربحت قضيه في تجاوز السلطه، معناها في مناظره فيها شبهات فساد، مش نحكي على شخصي، اما باش نفسر لك حاجه. سيد رئيس الجمهوريه ان شاء الله هو يسمع في البرامج هذوما، دونك ان شاء الله سيد رئيس الجمهوريه، انت تعرف انت كنت استاذ جامعي وحضرت معناها حضرت مناظرات وشفت شكون جا قرر في الجامعه وشكون كان يستحق يجي يقري، دونك هو المشكل وين؟ المشكل هو قبل الثوره كان في التقييم الشخصي كان 100% قبل الثوره، التقييم الشخصي كان تدخل ساعات ربع ساعه والاخر يدخل ساعه. واحد يشدوه ساعة بالأسئلة والآخر يشدوه ربع ساعة خاطر يحبوه يتعدى، فهمت؟ معرفة هذه معناها احنا موصي عليه فلان وفلتان وتابع فلان وفلتان، هاي؟ يبدا المؤثر نتاعو يبدا هو المؤثر نتاعو ونشر معاه ويقيم الطالب نتاعو أصلا يقيم نفسه، فما تضارب مصالح ونعرفها هذه الناس كل. المشكلة عليك المشكل وين؟ أنه الدكتوراه كيستولى يصلها شوية من الناس، وشويه من الناس هذوكم ما يعملوش توعي، معناها توعي العائله العباد باش يفهموا واش معناها شهاده الدكتوراه وشنو الكونكورات اللي من بعد تستعداها، خاطر عندنا كونكور واحد نجم نعديه وهو استاذ مساعد، ما عندناش موجودين في الفرم الوظيفي، دونك احنا بقينا نعرفوا المشاكل هذه لكن ما نجموش نوصلوها للناس الاخرى. نحب عن طريق اذاعه ديوان اف ام يفهموا اللي كان قبل الثوره تقييم شخصي، جينا عملنا مظاهرات قبل، معناها عملنا اعتصامات الدكاتره عملوها سابقين، عملوا اعتصامات قال لك لا احنا ماش دخل لي، معناها انت على خاطر ولدك وعلى خاطر بنتك قالوا باش نعمل شبكه تقييم. اول مره تعمل شبكه تقييم بعد 2016 2015 هكا. وصلت ثم شبكه تقييم، ثم تقييم موضوعي عدوسي، معناها تعرف شنو الموضوع معناها عدوسي. انت شنو البحوث اللي عملت؟ خاطر انت استاذ جامعي ما تنجمش تكون ما عملتش بحوث،
وريت الفرق بيني انا والطفل اللي يصير انا كيف كيف في الفورماسيون. مثلا نجي مثلا دكتور عنده متريز، واحد يقري في الليسي عنده متريز، الدكتور كمل ماجستير، حتى اللي ينجم يكون كمل ماجستير لو اللي قرر في اللي قري في الليسي. الفرق بين الدكتور واللي قري في الليسي هو البحث العلمي اكهو، وديجا شهريه البحث الباحث الاستاذ المساعد 57 ولا 67% بحث، الصالير نتاعو 67% بحث ولا 57. معناها راهو الفرق بين الشهريه نتاع استاذ فليسي والشهريه نتاع استاذ جني هو البحث. عدد البحوث نتاعو اي صحيح، عدد البحوث والقيمه نتاعهم، خاطر كي تقول لي عدد وما عندهمش قيمه، عدد والقيمه والنشريات وانتنشرت برا في تونس فهمت. دونك التقييم الموضوع يقوم على شنو؟ على انت مثلا ريونمون نتاعك في اليونيفرسيتي، انت شنو شاركت في منظمات في جمعيات في وين نشرت، هذا الكل تقييم موضوعي. معناها واحد يجيب شهاد ويحطهم ويجيب معناها بحوث ويحطهم في الدوسي نتاعو في السي في نتاعو، هذا تقييم موضوعي. كانت هكاك الامور ماشي على اساس تقييم موضوعي، وفما تقييم شخصي على 20 نقطة كان. 20 نقطة ما اسمه أسرة، كي يجي جوري 20 نقطة يحب يعطيك صفر وأنت عندك 80 وتعرف روحك أنك باش تتعدى وقتها. المشكل وين؟ فما شبهات فساد في التلاعب في الدوسي، يجي مثلا أنت تعدي وتعطيه لاتيستاسيون يقول لك ما جبتهاش، وأنت حاطة الملف نتاعك كامل. فما شكون يقول لك أنت أور سبيسياليتي وأنت في السبيسياليتي هذيك. معناها فما توا وصلنا لشبهات فساد، مش الكل راهو اللي جان، مش الكل هكا. انا نحكي على بعض اللي جان، احنا كنا نقولوا حتى لجنه بركة ظلمت كونديدا، معناها فما ضرب لمبدا المساواه اللي قال عليه الدستور واللي قال عليه رئيس الجمهوريه البارح، قال تقوم على حفظ حقوقهم وحقوق الناشئه، معناها الزوز نتاع الطلبه. خاطر شوف يلزم يعرف اللي يسمع فيها تو اللي احنا الاساتذه الجامعيين تقريك في الجامعه ولدك، راهو انت نحكيو على حقوق الناشئه في التعليم السليم، انه يجي معناها دكتور والا معناها اونسيو يونيفرسيتير عموما متعاقد، فما شكون يقري تو بالمتريد، فما شكون يقري تو في الجامعه انجينيرجي اكسبير. احنا باش نقول له راه ولدك يقري، راه هذيك المسؤوليه على الجامعه سواء قرا بالصحيح ولا بالغلط، واحنا معناها الدكاتره النادي انه الجامعه يولي يقري فيها الدكاتره، راهو كي شهاده دكتوراه صحيح العباد مش بلا، احنا طبقه شويه كلا 4000 5000 في تونس وماكس معناها 4000 البرة برشا، لكن احنا راهو عملنا بحث علمي، عندنا رؤيه خاصه في لونسينيمون. تنجم تجيب واحد يقري لك مثلا الكترونيك من اللي نفس احنا بروجرام الباك نعاودوه رانا في البريمير انين معناها بريباراتوار، لكن شنو الديفيرونس؟ ديفيرونس بين دكتور شيرشور وانسينيون في الليسي انه احنا معناها نخمو له خير، نعطيوه حاجات اللي ما شافهمش لونسينيون اللي قري في الليسي. دونك راه شهاده دكتوراه راهي مكتب وطني، واحنا يلزم يكون هذه فخر للوطن انه عنده دكاتره، ويلزم يعطيه الحقوق للعقول النيره هذه اللي هما الدكاتره. حسيتوا بالتهميش في فتره من الفترات؟ حسيتوا انه احنا رانا مالوريزمون معناها باش نقولها وعلى مسؤوليتي اكثر فئه مهمشه، نحكيو على التهميش راه ما نحكيوش على التهميش راهو جسم ما عندكش شهريه ولا ما عندكش فلوس باش تاكل، راهو التهميش العلمي في حد ذاته انك تكون حتى انت مش مشكلتك اي عندي انا فلوس وباش نمشي نعمل بحث فني، ثم انت راهو بعد عام ما عادش عندك الحق تدخل لابو، راهو بعد عام ملي تتخرج بالدكتوراه ما عادش عندك الحق لاكسي للمخبر اللي كنت تعمل فيه بحوثك، راهو نبدو نعمل في البحوث نتاعنا ننشر فيها في القهاوي، راهو مش معقول دكتور يقعد نهار كامل مطيش في قهوه على كابوسا ولا اكسبريس يقعد نهار كامل هو يعمل في النشريات في القهوه، هذا مش تهميش سامحني استاذه. هذا اكبر تهميش للعلم. رئيس الجمهوريه اللي قلت انت كان استاذ وجامعي يعرف جيدا معناتها الملف اليوم نتاع نتاع الدكاتره. انا نعرفه حتى قبل ما يولي رئيس الجمهوريه، راهو درس ويحب العلم، راهو انا بيدي استدعاني قال لي اجي احضر محاضرتي وقتها في سنه اولى في الدرواه، راهو يحب العلم ويحب وعنده اصغار ويقرا، ومعناها عنده معناها شكون يقرا في الجامعه ويعرف ايش معناها جامعه، والناس الكل رانا مرينا بالجامعه العموميه. اي اليوم يعلن عن انه لابد من انصافكم على القانون وفق معايير معناتها تكون موضوعيه اليوم للتقييم تاع الدكاتره، خطوه ايجابيه تعتبروها اليوم في اتجاه التسويه تاع الملف نتاعكم؟ هو خطوه ايجابيه السفي يقول موضوعيه، انا بالنسبه لي كما قريت قانون دونك شو نقول معناها تقييم موضوعي، معناها تقييم يكون عادل منصف، اما خلينا نوصل له حاجه خاطر ساعات يمكن حاجات ما تصلش في اداره الجمهوريه عن طريق اذاعتكم. الجمهوريه رانا احنا في قلنا للمناظره توا راه مش خاطر احنا ما عندناش دوسي باهي، راهو احنا قلنا لا خاطر ما فماش تكافؤ الفرص فما شبهات فساد. انت سيدي رئيس الجمهوريه راهو الانتدابات اللي صارت بعد الثوره راجعوها، مش راجعوا الشهاده المضروبه، راهو تنجم تراجع تقول اعطيوني محاضره جلسات وتشوف غاديك فما
ينجم يكون ثم تدليس، ينجم يكون ثم ينجم لو قلت انا ما نقولش 100%، ينجم ثم كل شوف تدليس معناها واحد ينحي له دوسي نتاعو يبدا معناها نورمالمون يجي الاول يحطوه سادس وسابع وثامن وتاسع، راهو ثم سيد رئيس الجمهوريه. احنا المنظمه انا شخصيا مش نقولها، وزملائي كي نحكي مع المنظمه يتغشوا عليا، راه ماشي بالهم انا معها، راهو كي نقول لهم راهو انتم يلزمكم تقولوا راهي معناها التجارب اللي عشتوها تبعثوها الوزاره تقولوا رانا احنا هاي المظالم مش بالويه، المشكل راهو الناس تولت تخاف مش الدكاتره. انت كي تجي تقول برا اشكي المحكمه يقول لك لا تحطوا ريت، احنا عندنا عقليه ذيك، احنا في 40 مثلا استاذ جامعي في ثلاث مواد فنيان مثلا نعدي كونكور، اذا في انت قلت حاجه يولي وقت هذاك ما يعرفش ينجح، راهو هذه راهو سياسه الخوف اللي موجوده معناها على خاطر باش تلقى استاذ منهم ينجم يكون قدوه، هو معناها يجي في الجوري ينجم هو يعطلك موجوده، راهو سيدي رئيس الجمهوريه راهو موجود موجود نحكي فيه توا المناظره ما عندناش ثقه فيها على خاطر ما فماش اليه للرقابه، وفما لجان نورمالمون لازم تنظر في الطعون كما حكيت توا انت على الاداره، الاداره راهي تقول لي انت اداره عموميه وانا خلص فيها كدفع ضرائب بفلوسي بفلوسك انت وفلوس المجموعه معناها كلنا، تجي تقول لها راه فما مشبهه فساد وانت ظلم تبعث لها ورقه سنين ثلاثه تصب تمشي ترجع معناها تاخذ ترانسفور وتصرف وتمشي تصب من با يكلموك في التليفون يقولوا لك درسنا الملف وين لهنا الاداره راهي مو اوبليجي عليها بالقانون، راه ثم امر يقول لك لازم الاداره ترجع لك تبقى ظلم نتاعك. للاسف بعد فوق تلتجئ للمحكمه ثلاث سنين في المحكمه ويعرف الفساد الرئيس وزوجته قاضيه، الاجال قداش تشد المحكمه ثلاث سنين اربع سنين باش تاخذ الحكم نتاعك وتعاود تنفلو سبع سنين في قضيه، راه سبع سنين وانت ضايع في وقتك. تحب الدكتور يشكي على المظالم ولا اي مواطن يشكي على المظالم؟ راهو المناظره ماهيش حل، احنا نحبوا القانون. شنو يصير؟ يصير الدكتوراه تدرج في السلم، اول خطوه هذه الاصلاح تدرج الدكتوراه في السلم الوظيفي، وقتها اصلا يخف على وزاره التعليم العالي الشارج، يولي في الوزارات الاخرى الموجوده في المنشات العموميه في المؤسسات في اللابور الموجودين في المؤسسات، مثلا وزاره الفلاحه عندها مناظره خاصه بالفلاحه تاعها، وما قريتش انت في الانستيتيو هذاك ما تدخلش تعدي هكا فيها لابوراتوار، علاش ما يخدموش فيها اللي عملوا معناها الدكتوراه نتاعهم في الفلاحه؟ هي تتبع التعليم العالي في البوست التعليم العالي وفلاحه معناها فما زوز هي مشتركه، لكن راهو فما في الوزارات دي لابوراتوار اللي موجودين ما همش فيهم دكاتره. تصور انت دكتور يخدم معناها في الدار في القهوه وفي الدار ويبدا مثلا راني مهندس انا ورغم احترامي للزملاء يبدا انجينير عن فرش ريشيرش، الانجينير هذاك اللي عن فرش ريشيرش ننصحو يمشي يكمل دكتوراه ما دام هو ينجم يعمل ريشيرش. واضح بلاصه الدكتور. واضح جدا، شكرا لفضلك يعطيك الصحه. انا نحب نخدم قوله تفضل نتاع شاعر صغير ولد احمد، هو احنا الكل نحبوها البلاد، هو قال نحب البلاد كما لا يحب البلاد احد، صباحا مساء وقبل الصباح وبعد مساء ويوم الاحد. رانا الكل نحبوها البلاد، رانا نحبوا نطورها، راهو الدكتور لازم يطورها، وصدقني سيد الرئيس الجمهوري كان تراهن على الدكتور وعلى الباحث اون جينيرال دكتوراه ودكتور، كان تراهن على نتحسن الدكتوراه صدقني البلاد لما تتطور في خمس سنين قادمه. شكرا يفضلك، شكرا لك رباب تويتي رئيس تنسيقية الدكاترة المعطلين عن عمل، شكرا لك على كل التوضيحات اللي قدمتها بعد تصريحات رئيس الجمهورية.